أهلا ومرحبا. نحن طبعا في ولاية في مدينة بلاكسبورغ بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، نستفيد من وجودنا في هذا المكان الرائع جدا، الطبيعة الخلابة، البيئة العذبة. نتحدث مع حلقتنا حديث طبعا لكم، لك الماء الساخن وفوائدها في بناء فيما يتعلق بمرض السكري. أولا نتحدث عن مرض السكري. ما هو مرض السكري؟ مرض السكري هناك نوعان من مرض السكري. النوع الأول أي عندما البنكرياس لا يستطيع إفراز الإنسولين بشكل سليم، فبالتالي لا يستطيع ينظم مستوى السكر في الدم. هذا النوع الأول. النوع الثاني عندما لا تستطيع الخلايا تتعرف على كمية الإنسولين أو وجود الإنسولين، بالتالي هو النوع الثاني. هنا طبعا نركز بالنسبة هذا السكر موجود وين؟ موجود في الدم. لكن الحقيقة نجد طبعا كلما نتحدث عن أي شيء يتعلق بالطب البيولوجي، الأمراض والصحة والصحة البدنية الجسدية، يعني اللي الجسدية والنفسية والذهنية والروحية، وجدنا العناصر التي تكون بها الماء الساخن، يعني الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين، هي تلعب دور كبير جدا. فهذا لما يحصل في فقدان لهذا الأحد لهذه العناصر أو يعني مجموعة من هذه العناصر، يحصل خلل في جسم الإنسان، وهذا الخلل يؤدي إلى مرض أو خلل في توازن النفسي أو الذهني من ناحية العلاقة الذهنية، قوة قدرة الذكاء وهذا، وأيضا جوانب الروحية. يعني عموما حتى نعود في موضوعنا، بالنسبة للدم الذي يتركز فيه هو المشكلة الأساسية السكر هناك في الدم. هنا البلازما الدم يمثلها تقريبا هي نسبة 92% ماء، ودرجة حرارة الدم تقريبا هي 37.5 أو ربما أعلى بقليل، وحتى الدم هو الذي ينقل الطاقة في خلايا الجسم، وبالتالي حرارة تبقى هي دائما في الارتفاع أعلى قليلا عن درجة حرارة الجسم، حتى يبقى تدفق هذا الدم، لأن الدم أساسا فيه نسبة معينة من الدهون، فلما تقل درجة حرارة الدم فيعني بيصير في تبطؤ في درجة حرارة الدم، فيصير تراكم الدهون. طبعا هذا لذلك وجد أن مرض السكر متصل بأمراض كثيرة، أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلبية والأشياء هذه، لأن كل هذا متصل بعض البعض. بس هو مرض السكر هو الأساس، يعني هو السبب الرئيسي لهذه الأمراض. هنا لما نرجع لكمية، يعني تناول طبعا نكون مواظبين على برنامج، هناك عدة طرق علاجية للماء الساخن، بس الطريقة الأساسية طريقة تناول الماء الساخن بمعدل 3 لترات بالنسبة للكبار بدرجة حرارة طبعا موازية لبرنامج يومي، هناك في برنامج وبدرجة حرارة 50 درجة مئوية تقريبا، أو بالنسبة للأطفال تقريبا 40 درجة مئوية، وطبعا معدل كمية اللي يستهلكوها الأطفال طبعا أقل عن الكبار. عموما لماذا؟ لأن حتى الماء ساخن لما يكون يعني فيه حرارة على الماء، يعني أي ماء ساخن أي ماء عنصرين، عنصر الماء وعنصر الحرارة، بيساعد على طبعا معروف أن الماء هو مكون من روابط هيدروجينية والأكسجينية، فوجدنا بأن ما تناول الماء ساخن يغذي الجسم بأربع عناصر أساسية للحياة الصحية، أي العنصر الأول الماء، والثاني الطاقة، والثالث الهيدروجين، والرابع الأكسجين. هذه العناصر هي التي تضمن كل خلية تبقى حية، ولضمان أيضا كمية السكر في الدم يبقى منظم ويستهلك، لأن لما يحصل سمين مثال في التمثيل أثناء التمثيل الغذائي، أي عملية كسر الأنزيمات المواد الغذائية التي نتناولها إلى مواد نافعة، سمين مثال المواد البروتينية كاللحوم الشهدي إلى أحماض الدهنية أحماض أمينية، طبعا هذا مفيدة للأنسجة لبناء الأنسجة والشهدي. وبالنسبة للمواد الكربوهيدراتية مثل الخبز والشهد، تقوم الأنزيمات بكسرها إلى جلوكوز وهو سكر الدم، هو هي نقطة مهمة جدا. والدهون من اللحوم والشهد هذه كلها يتم كسرها إلى أحماض دهنية، فكل من أحماض الدهنية والجلوكوز أو سكر الدم الخلايا تقوم بعملية كسرها وتستخدمها لإنتاج الطاقة للجسم للخلايا. وهنا لما يحصل عجز في تمثيل غذائي، بدل هذا السكر، لما هذا السكر ويعني يعني الجلوكوز مع احماض الدهنيه طبعا يستخدم الجسم طبعا ما في مباشره اثناء التمثيل الغذائي، يستخدمها في احيانا يتم تخزينها ويستهلكها في وقت الضروره،
يعني انت انسان بيكون نقص الطاقه فيستهلك هذا، يعني يستعين بهذه الطاقه المخزنه او يستخدمها في ان وقت في مباشره اثناء التمثيل الغذائي، فتحصل عمليتين هنا. هنا لما يحصل في نقص عناصر اساسيه للصحه يعني ليتوفر فقط في الماء ساخن، يعني لما يحصل يعني نقص كميه الماء ونقص الطاقه فيحصل تباطؤ في عمليه التمثيل الغذائي، فهذه المواد بدل ما تكون مواد نافعه تتحول الى مواد تراكميه، فيحصل خلل في جسم الانسان، فيبقى بالنسبه للسكر يتراكم السكر او الجلوكوز يصير زياده مستوى السكر، فمع فتره يحصل يعني البنكرياس لا يستطيع يفرز الانسولين باستمرار لما يصير في تباطؤ في عمليه التمثيل الغذائي، مع فتره يحصل يتحول الى مرض سكري. لذلك لماذا؟ لان اثناء عمليه التمثيل الغذائي المعده تستهلك كميه هائله من المياه، وطبعا تبين في البحوث بان يوميا الانسان يستهلك تقريبا 10 لترات من الماء يوميا لعمليه التمثيل الغذائي، تتوقع هذه الكميه الهائله. واثناء عمليه التمثيل الغذائي تولد حراره، تنتج حرارة، وبالتالي الحرارة أي يعني السخونة مع الماء يصير ماء ساخن، فهنا عندما تستفيد من تطبق عملية استفادة من تطبيقات العلاجية للماء الساخن تساعد الأنزيمات بكسر واستفادة من هذه المواد وتخلص من المواد الضارة أي مخالفات الأطعمة التي تتكون من ثاني أكسيد الكربون غاز الميثان والكبريتيت الهيدروجين، وهذه مضرة طبعا هي مخالفات الأطعمة، وبالتالي يجب أن تخرج، والطريقة الوحيدة تخرج هي طريقة قضاء الحاجة. لذلك الناس الذين يبدأون تناول ماء ساخن برنامج تناول ماء ساخن فأي شيء يلاحظون أن في عملية إفراز بشكل سريع أكثر من معتدل، ولكن هذا فقط في البداية لا خوف على هذا، فقط بعد فترة يصير خلاص يعني انتظام في هذا ويعود الجسم إلى بناء الجسم بيولوجي وسيكولوجي وجينية بشكل سليم. يعني وكما ذكر بأن الإنسان فخلق إلى أحسن تقويم، أو التقويم الجسدي والنفسي، العوامل النفسية والذهنية قدرات الذكاء والروحي، أي يعني صلة الإنسان بالخالق أو العلاقات البشرية مع الآخرين وإلى آخره. فهذا هو طبعا ما يتعلق بمرض السكري ولماذا لدور ماء ساخن فوائد صحية وعلاجية للماء الساخن للمرض السكري والمواظبة مرض السكري وإلى آخره. فنسأل الله تعالى الصحة والعافية للجميع لكم وعزائكم، وهذا هذه النعمة العظيمة إن استعينوا بها واستفيدوا منها. بارك الله فيكم، حياكم الله، السلام.